أنا ميساء أبو الشعر، بعمل مرشدة مدرسية بمدارس الأونروا بمخيم جباليا من 16 سنة. خلال الحصص الدراسية بيلاحظ المدرسين بعض السلوكيات غير المألوفة عند الطلاب، فبالتالي بتوجهونا عشان نتعامل معهم. بالمشاركة مع الأهل والمدرسين بنحط آليات للتعامل مع هذه الحالات والتخفيف عنها. بنبلش بالتعامل مع الطلاب، ندمجهم بالأنشطة وتدريبهم على الاسترخاء والتأمل. أغلب المشاكل اللي بيعانوا منها الطلاب ضعف التحصيل وتشتت الانتباه والخوف والقلق نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة الموجودة في غزة. عشان هيك تدخلنا والمهارات اللي بنعلمها لطلابنا مهمة جدا. أنا بحب شغلي كتير وبحب طلابي كتير، وبكون فخورة جدا وسعيدة جدا لما بغير حياة طالب للأفضل.